الاخ دفع وحمود ما راح ناخذ ولا شيء منهم. لا لا ما راح ناخذ منكم ولا شيء. جماعه وصل طلبهم خلاص. شوف شو الحل ابو حمود. ها ابو محسن تقبل الله. ها طبعا في رساله نوجهها لكم. ايه يقول لي بن عم الظهر والصاحب حزام. الله والاثنين هن صاحب وبن عم. بن عم ورتونا وشرفتونا وعلى راسنا يا بعد راسي. والله والله العظيم انكم احرجتونا بكرمكم وطيبتكم واخلاقكم وذرابتكم وصالتكم وكل شيء حلو. اكو بيت من الشعر يقول يا ضيفنا لو زرتنا لوجدتنا نحن الضيوف وانت رب المنزل. الله. فاليوم احنا ضيوفكم حبيبي. الله يبعد. الله يجزاك خير. والله يبعد عنكم كل شر يا رب. الله يجزاك. وصح لسانك يا بعد راسي. سلامي على هالشكليت. والله انا اشهد انكم شيوخ. اقسم بالله انكم شيوخ بافعالكم. بعد راسي.